ما عساه يكون السبب في عصيان آدم، في عصيان آدم. طبعا يقال إنه أغري بالخلد أو بالملكية، أن يكون ملكا أو أن يكون خالدا لا يأتي عليه الفساد والفناء. أغري، جميل، طيب أغري بهذا. على القول الراجح أن آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، لأن الله أوحى إليه، لأن الله أوحى إليه، وظاهر الآيات أنه خوطب. لكن يبدو أن الذي خوطب مباشرة بغير ملك وهو ملك الوحي هو موسى في الظاهر، لكن ليس فآية القرآن ما يفيد اقتصار هذا على موسى. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، قد يكون موسى وآدم أيضا، الله أعلم. على كل حال هذه مسألة عقدية أخرى. فآدم نبي من الأنبياء، كيف يمكن أن يغرى بهذا الشيء فيقع في المعصية والغلط؟ هذا بحد ذاته لا يقوى، إنما يضاف إليه طول العهد، ليس كما يفهم بعض الناس للأسف، وصرح به بعض المفسرين، ونظن أن هذا أيضا غالط، أن الله تبارك وتعالى أخذ عليه العهد صباحا فلم يأتي عليه العصر أي المساء إلا وقد وقع في المعصية. هذا بعيد جدا، بعيد جدا من النبي عليه السلام، من آدم، وإنما نقول لبعد العهد، طال عليه العهد في الجنة فحصل له نوع من الإلف، حصل له نوع من التكيف، وهذا يورث ماذا؟ يورث الملل والسآمة. لكن انتبهوا، بين مزدوجين، هذا لا يصح ولا يستقيم إلا على قولي، وهو قول قال به جماعات أيضا من العلماء والمحققين، إلا على قول من قال هذه الجنة التي أخرج منها أبوانا ليست جنة الآخرة، إنما جنة في الدنيا، لأن جنة الآخرة محال أن تلحق فيها ساكنها السآمة والملالة، لا يمل ولا يسأم. ولو قد صح هذا لكان وعدا ضمنيا لنا أيها الإخوة، ويا له من وعد أشبه بالوعيد بأننا سنسأم وسنمل. ما فيها، ما فيها، لا فيها لغوب ولا فيها حزن ولا فيها سأم ولا فيها لغو أيها الإخوة. فهذا يرجح، هذا يجوز أن يكون ويصح أن يكون، يسوغ أن يكون أحد مرجحات قول من قال هذه الجنة المذكورة هي جنة دنيوية وليست جنة الآخرة. المسألة معروفة جدا طبعا في كتب العقيدة، حتى انتهى بعض كبار المحققين كالإمام ابن قيم الجوزية إلى التوقف فيها بعد أن ذكر حججا كثيرة لهؤلاء وقابلها بنظائر كثيرة للفريق المعاكس، ثم توقف بعد ذلك. شوف العلم، هذا تواضع العالم، علامة، محقق كبير، كتب صحائف كثيرة في المسألة، صحائف كثيرة، ليس وجها أو وجهين، ثم قال بعد ذلك بكل تواضع: رأيي أنا، الله أعلم، لا أدري، قد تكون جنة في الدنيا، قد تكون جنة أي في الآخرة. لم يجزم، لم يقطع القول، وهذا من تواضع المحققين، وهذا من تواضع العلماء، أكرمنا الله وإياكم بتواضع المتعلمين. على كل حال، فهذا يلتئم بهذا القول، ولا يلتئم بالقول الثاني أنها جنة أخروية، جنة سماوية، والله تبارك وتعالى أعلم. لحقه شيء من الملالة، من السآم، تكيف، لم يعد يرى أن هذه الجنة يعني إيه شيء بديع جدا جدا وبيستاهل، يلا نجرب شيئا جديدا، هيا لنجرب شيء، لنأكل من هذه الشجرة، ولعلنا إيه ننال بعض هذا الوعد، للأسف الإبليسي. طب ما الذي يدل على هذا؟ في نفس الصورة أيضا شيء عجيب جدا، انتبهوا. موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا، على ماذا وماذا؟ من عبادتهم للعجل، بعد أن أجر الله على يديه من أجلهم ولأجلهم من المعاجز ما تعلمون جميعا. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ إذن عهد، وموضوع طال عليهم العهد في السورة ذاتها. قلت لك القرآن شيء عجيب، والله العظيم، والله شيء عجيب في السورة ذاتها. إذن هنا عهد وهناك عهد، ولقد عهدنا إلى آدم. آدم حفظ العهد أم ضيع ونسي؟ ضيع ونسي. بنو إسرائيل حفظوا العهد أم ضيعوا ونسوا؟ ضيعوا ونسوا. السبب في بني إسرائيل مصرح، يعني مصرح به، إيش هو؟ قال لهم: أفطال عليكم العهد، مع أنه ليس بالعهد الطويل، ليس بالعهد الطويل، لكنهم هكذا طبيعة الإنسان كما قلت الضعيفة، ربما إيه أشهر، إن طال ربما لم يكن إيه بضع سنين، الله أعلم، كل هذا تكلف. أفطال عليكم العهد؟
إذن هذا هو السبب، طول العهد، طول العهد. لذلك قال في الأنبياء: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. سبب الإعراض والكفر وبطر النعمة طول العهد، تماما كما قص عز من قاص وحاكن علينا من نبأ أهل سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. حتى قال تبارك وتعالى: قالوا ربنا باعد، وفي قراءة بعد، بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. الله تبارك وتعالى طرق لهم طرقا سالكة ومناهج واضحة يسيرون فيها في الأرض، وجعلنا بينهم وبين القرى قرى ظاهرة، جعلنا إيه؟ بينهم وبين قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. ما معنى قرى ظاهرة؟ القرى متصلة، لا يغادرون إيه؟ قرية أو مدينة حتى إيه؟ يأتوا على قرية أخرى. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الأمن من جهة، إلى الأمن من جهة، وإلى أمان الانقطاع، لن تنقطع بك السبيل. لذلك هم يحلون يقيلون، يعني القيلولة، يقيلون في مدينة أو قرية ويبيتون في أخرى، فلم يكن مسافرهم أو لم يكن مسافرهم محتاجا إلى حمل زاد أو ماء. يسافر هكذا مع يعني إيه ربما بعض المال وركوبته، ولا يحمل لا زادا ولا ماء. لماذا؟ قرى متصلة باستمرار، أكل وثمار ونزل، ربما إيه أشياء أشبه بالفنادق أو الخانات. الله أكبر، نعمة عظيمة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. هذه عبارة في فهمي، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. معنى قدرنا فيها السير أيها الإخوة أنها مضبوطة عمرانيا بما لا يشق على المسافر، بما لا يشق على المسافر، وهو يعلم يسير وينتقل، يعلم أنه مثلا بعد نهار أو نصف نهار سيكون في قرية أخرى وهكذا، متقاربة بشكل دقيق، مهندسة يعني، شيء عجيب. قدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لم يعجبهم هذا، لم يعجبهم الأمان والاتصال والعمران، لم يعجبهم هذا، أرادوا أن يعيشوا كما يعيش الناس المعرومون باعد بين أسفارنا. شو هذا؟ لا نريد هذا، نريد هذا. الإنسان، الإنسان كفور، كفور بالنعمة، عوض أن يشكرها يكفر بها ويراها أشبه بالمحنة والنقمة. لا نريد هذه النعمة. أيضا كحال بني إسرائيل، من وسلوى، تعلمون حكاية المن والسلوى، لم يعجبهم هذا، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريدون هذه الأشياء. وموسى قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والباء تدخل على المبدل منه طبعا، تستبدلون، الباء تدخل على المبدل منه. هذه قاعدة نحوية بسيطة جدا جدا، يخطئ فيها الآن على فكرة بلا يعني بلا تحيف معظم الكاتبين والمتحدثين. وجربوا هذا حين تقرأ، والله أنا وجدت هذا، معظم من يكتب يخطئ في هذا، يدخل الباء على إيه؟ على البدل وليس على المبدل منه. هذا خطأ، خطأ فظيع. ولي كبد مقروحة من يشتريها مني بغير ذات قروحي، أباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيحي. الباء دخلت على مين؟ على المبدل منه، على حتتخلى عنه أنت مش على البدل. ومن يشتري ذا علة، هذا البدل بصحيحي، المبدل منه هو الصحيح وليس العكس. العرب تعرف. على كل حال، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إلى آخر الآية. نفس الشيء، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار. شيء مخيف، شيء مخيف. موعظة في حق المجموعات، في حق الأمم والشعوب، وهي أيضا بلا شك ومن باب أحرى موعظة في حق ماذا؟ الأفراد. يعني إذا كانت أمما، إذا كانت هذه أمما وشعوبا، الله تبارك وتعالى أباد خضراءها، هم طلبوا هذا. لا تقول لي ظلم، هذا ليس ظلما، هذا هو العدل، هم طلبوا هذا، الله أعطاهم ما طلبوا، ماذا سيعطيهم حين كفروا؟ وبعد أن كفروا بنعمته وبارزوه بالعصيان، لم يروا له عليهم فضلا ليشكروه، لم يروا له عليهم نعمة يسترجحونها ليشكروها، بل استخفوها فكفروها. بماذا يجازيهم؟ ها،
من جنس عملهم، وأعطاهم ما طلبوا. قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لم تكفر بالله وتقول لا إله، لا، كفرت بالنعمة، لا تريد هذه النعمة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. تلك في النحل وهذه في القصص. شيء عجيب، هذه حال الأمم كحال الأفراد. ما معنى بطرت معيشتها؟ البطر فسر بمعنيين، بالكبر، التكبر، تكبرت على النعمة. وطبعا لازم، نفس الشيء، ملزوم وإرادة لازمه. الكبر أو التكبر فهو مجاز، ملزوم. ماذا يلزم منه أيها الإخوة؟ الاستخفاف بما استكبرت إيه؟ عليه، أو بمن استكبرت عليه. يستخف بالنعمة، يقول ما هذه النعمة؟ إيش النعمة هذه؟ ما بتسوى يا رجل. الأمن، أنت تعيش في أمن، ليس نعمة؟ أي ليس نعمة. ماء وهواء طيب ورزق دار، معيشة دارة، لا عادي، هذا شيء عادي لا نريده. عجيب هذا البطر. وفعل بطرة فعل قاصر، أي فعل لازم غير متعد، من باب فريحة، فريحة يفرح، بطرة يبطر بطرا، فهو بطر. يقال فلان أشر بطر، بطرا ورئاء الناس، أشر بطر. وما أمطرت حتى أبطرت عن السماء. الذي قال هذا يعلم طبيعة العباد في كفرهم النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لم يقل لظالم كافر، ظلوم، صيغة مبالغة، كفار وليس بكافر فقط. كثير الكفر للنعمة، وربما يكفر النعمة الجليلة الظاهرة الجزيلة، ومن هنا هو كفار. لا يكفر صغار النعم، بل يكفر أيضا كبارها وجسائمها وعظائمها. نعمة عظيمة كبيرة يكفرها أيضا، كما يكفر كثير من الناس نعمة الصحة وهي من أعظم النعم، أليس كذلك؟ بعد نعمة الحياة والإيمان يكفر نعمة الصحة، فيستخدم صحته وعافيته في ظلم الناس أو في معصية الله. شو هذا؟ كفر، كفر عجيب، كفر عجيب غريب، هو في الحقيقة يعني غريب عجيب، والعياذ بالله. إن الإنسان لظلوم كفار. إذن فعل بطر هذا فعل قاصر لازم، لكن لماذا قال بطرت معيشتها؟ أصبح متعديا له مفعول، معيشتها مفعول بها، ليس كذلك؟ طب هو الفعل قاصر، هذا باب من أبواب النحو، احفظوه جيد جدا، اسمه التضمين. الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر وكان هذا الفعل الآخر متعديا يتعدى هذا الفعل القاصر على التضمين. طب ماذا ضم من هذا الفعل القاصر اللازم؟ بطرت معيشتها، معنى كفرت، كفرت معيشتها، كفر فعل متعد. إذن وفعلا هذا هو المعنى، بطرت معيشتها أي كفرت نعمة إيه؟ هذا العيش الآمن الدار، بطرت معيشتها فأهلكها الله طبعا كما أهلكها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة. الآن المساكن